سائل يسأل: سمعت بعض الناس يقول في بعض المسلمين هل هم من شعب الله المختار وإلا هم ولدوا من دبر آدم؟ كلمة شعب الله المختار هذا عند اليهود، هم اللي يزعمون أنهم شعب الله المختار، والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلا تفاضل في الأنساب ولا في الجنسيات ولا في اللون ولا إنما ولا في الثروة والمال ولا في الجاه، وإنما التفاضل عند الله بالتقوى. فالتقي هو الكريم عند الله عز وجل، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين، التقي هو الكريم عند الله. نعم.